شكرك لأنك ما بتتخلاش عنا. احنا بنتخلى عنك أكيد، لكن انت في قلبك الكامل لسه بتشملنا كلنا يا رب. احنا بنبعد عنك أوقات ضعفنا، انت بتقرب زيادة في أوقات ضعفنا يا رب. تسمع الصرخة والأنين، بيجي تميل ودانك وتمد إيدك. أنت ما بتخجلش إنك تنزل لينا ومعانا حتى في طين الحمقى. ما هو أنت اللي كان صحابك على الأرض واللي كانوا حواليك خطاة وعشرين وزواني. انت جيت للمهمشين والمتروكين والمرفوضين من كل الناس، مديت ايدك وقلت لهم كأنك واحد منهم يا رب، عشان ترفع خطايانا كلنا، عشان تحس بينا بلا خطية، لكن تنجينا من أثمنا، تفتح قدامنا باب للملكوت، باب للنصرة، باب للرفعة، باب للعزة والراس المرفوعة، باب للكرامة المستردة اللي جاية منك واللي انت دفعت فيها ثمن غالي. بشكرك مع اخواتي النهاردة انك جايبنا مرة تاني، جايبنا نجتمع مع بعض ونجتمع معاك. انت اكلنا، انت شربنا وطعمنا، انت فكهتنا، انت كل حاجة حلوة في حياتنا يا رب. انا بصلي في اسمك النهاردة، افتح شهية شعبك يا رب ودينا رغبة زي ما بتقول كلمتك، وجد كلامك فأكلته. ساعدني أني أكل كلامك النهاردة، أستطعم وأهضم ويغير ويبدل فيا يا رب، في اسم المسيح يسوع، آمين. هاللويا. النهاردة ابتدينا الأسبوع 24 في برنامج الصوم، بنكمل الأسبوع الثاني لينا تحت عنوان ذبائح سرور مكلفة. عندنا إعلان النهاردة هنقوله في نفس السياق اللي ربنا بيكلمنا فيه خلال الأسبوعين دولة. بطرس الأولى الأصحاح الثاني، بطرس الأولى أصحاح 2 عدد 5 بتقول كلمة الله: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لو نافع تقولها معايا بصوت عالي يبقى كتر خيرك. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. مبارك اسمك يا رب. ده إعلاننا، ومن ذات الإعلان في نفس الأصحاح اللي احنا فاتحينه ده مع بعض، هقرأ الجزء كله من أصحاح 2 عدد 4 لغاية عدد 10. بطرس الرسول بيقول هذه الكلمات، يتكلم عن الرب يسوع: الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. ده اللي مش بيأمنوا، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. أما أنتم
أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. مسي على حد جنبك وقول له مساء الخير يا مرحوم، مساء الخير يا مرحومة. دائما بنطلق على المرحوم اللي حد يكون رحل عن عالمنا، لكن كلمة الله بتقول ان احنا اترحمنا في يسوع المسيح. الاعلان اللي بنقوله كلمة الله هنا، بطرس الرسول شايف الهيكل، هو عاصر الهيكل قبل ما يتهدم. كيهودي فاهم يعني ايه ذبائح، فاهم يعني ايه الاقتراب الى الله، وليه الذبيحة بتقدم، وليه في كاهن وفي رئيس كهنة وفي كهنوت موجود. اللي بيقول الرسول بطرس في هذه الكلمات: كونوا أنتم أيضا، عدد خمسة، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. كهنوت كان خاص فقط بعشيرة هارون من سبط لاوي. نفسي أقول لك على حاجة جميلة أوي، رئيس كهنتنا لا من عشيرة هارون ولا من سبط لاوي، ده من سبط يهوذا. وكهنوته أفضل من كل هذا الكهنوت، لأنه كهنوته يبقى إلى الأبد. لكن طلبت الرسول بطرس للناس اللي بيكتب ليها، بيقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. مش الهيكل الحجارة، أنتوا الهيكل، أنتوا الهيكل، زي ما بيقول بولس في مكان تاني: وروح الله يسكن فيكم. انتوا الهيكل، انتوا البيت الروحي، انتوا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. في سفر الرؤيا أصحاح واحد تقول كلمة الله عن يسوع المسيح، رؤيا واحد عدد 4 إلى 6: يوحنا إلى 7 الكنائس التي في أسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. يسوع المسيح غسلنا من خطايانا، حبنا وعمل فينا إيه؟ خليك فاكر انت حد زمان لما كنا قبل الاوتوماتيك والحاجات دي، اللي هو تجيبه وتحطه وتفضل هو خطايانا كانت مبقعه حياتنا، خياتنا كانت مسودانا، مسودة عيشتنا ومسودين عيشة اللي حوالينا. كلمة الله بتقول ان هو غسلنا من خطايانا. انا جيت لي كخاطي، غسلني من خطاياي وحولني من خاطي إلى كاهن، إني أنا أقف عشان أقدم ذبائح لله، آتي بضعف الآخرين أمام الله، وآجي تقول كلمة الله هنا أقدم ذبائح مقبولة لله. شوف نفسك، ده اللي بتقوله كلمة الله، ده الإعلان اللي ينور عينيك. أنت كاهن، مش بس كاهن، أنت كهنوت ملوكي. جمع الاثنين مع بعض رائع، جمع الاثنين مع بعض يفوق حدود الكلمات. انك تكون ملك يعني ليك السلطان، يعني ليك الكلمة، ملك يعني ليك قد دفع ليك امر من لدى الله علشان تملك وعلشان تحكم. في نفس الوقت انت كاهن، عشان يكون في قلبك انك تقدم ذبائح، انك تعتني بالضعيف المسكين الغلبان، انك تيجي امام الله، انك تقدم ذبائح ليه. كلمة الله جمعت الاثنين مع بعض، والاثنين مجتمعين في كل مؤمن آمن في يسوع المسيح. الكلمة اللي ربنا عايز يكلمنا فيها النهاردة: ذبائح روحية
مقبولة. قولها معايا، ذبائح روحية مقبولة. أنا نفسي النهاردة ربنا يعلمنا يعني إيه نمارس دور الكهنة، وإيه الذبائح اللي ممكن نقدمها تقول عنها الكلمة ذبائح روحية مقبولة. لسه عرش الله موجود، مصدقين كده؟ ولسه الذبيح، ما احنا مش محتاجين نقدم حاجة عشان خطايانا، لسه الذبيح موجود. لكن لو قريت سفر الرؤيا أصحاح 5 تقول كلمة الله إنه الـ24 شيخ والأربع كائنات الحية اللي موجودة خروا وسجدوا بطرح، أفكرين في بطرح أكاليلي، وطرحوا أكاليلهم أمام العرش، ومعهم جامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين مرفوعة قدام الأب. لسه في كهنة موجودين على الأرض بيقدموا هذه الذبائح اللي بتتحول إلى صلوات مرفوعة أمام الآب يشتم فيها رائحة السهور. كبشر عايشين على الأرض عندنا أعداء، حد موافقني؟ عندنا أعداء من الجسد وأعضاء الجسد، حاجات بتحارب فينا في أعضائنا، وعندنا العالم بكل ما هو موجود فيه، العالم اللي وضع في الشرير، وعندنا إبليس اللي بيلعب من وراء المشهد وقدام المشهد وفي وسط المشهد علشان إن أمكننا يضل معه حتى المختارين. التلاتة دول بيتجمعوا مع بعض عشان يفشلوا أكبر عدد ويحطمونا. ما عرفشوا يفشلوك ويسحبوا منك وياخدوا منك اللي عملوا علشانك المسيح، هيحاولوا يضيعوا عليك الوقت إنك تقضي عمرك كله وانت في حروب جانبية. وما أكتر الحروب الجانبية في حياة المؤمنين اللي ملاش لازمة أساسا، ملاش لازمة، ملاش أي لازمة، لكن حرب جانبية يفتحها لك وهي ده أهم حاجة، وده اللي يشغلك فيه، وده اللي ياخدك فيه ويعطل لك رجليك. والنصرة الحقيقية والنعمة واللي الرب عايز يحطه فيك ويحطه فيه كملوك وكهنة يضيع من بين إيدينا. وانا بصلي ده وقت وده اوان وده عصر، انا مصدق فيه، انا مصدق كلمه الله ما بتتغيرش، كلمه الله ما بتتغير. ظروفنا بتتغير، مواسمنا بتتغير، احوالنا بتتغير، ولهذا الموسم اللي بيتغير واللي على شفا تغيير كبير جدا. انا قلت لكم من شهور عديده انه هيجي يوم اللي احنا فيه ده هينحصر، والرب هيجي بموجة جديدة، هيجي بنعمة جديدة، وهيجي بملء جديد لروحه، وبدل ما مات كثيرين هيبقى فيه أمواج وأمواج وأمواج من الذين يقبلون بسعة إلى ملكوت الله. أنا بقى عايز أكون مستخدم في الوقت ده، أنا بقى عايز أكون واقف صح، أنا عايز أكون في الحتة المظبوطة اللي تعلمت فيها الدرس، وبقول لله تقدر تعتمد علي، تقدر تعتمد عليا، تقدر تعتمد. مش هفضل بقى متكلبش ولفضل واقع ولسه في نفس الحدوته ونفس اللبانه ونفس الاسطوانه، وجبناها من اليمين حطيناها في الشمال، وهم عملوا وهم سووا الاجتماعات والدنيا والطايفه والناس، ودول ايمانهم ايه، ودول بيعبدوا ربنا ازاي، والفيسبوك والحيس فك، واللي راحوا واللي جم واللي عملوا واللي سووا. خلاص 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 انتهى. ليه؟ أنا بجهز نفسي. ليه؟ لأن أنا سامع صوت أقدامه جاي، سامع صوت أقدامه جاي، بعيدة لكن قريبة، قريبة بعيدة في المكان أيوة، لكن قريبة في الوقت. هو حيجي، حيجي، لكن لما يجي حيقول من للرب فإلي، من للرب فإلي، وأنا حاف من ضمن أولاك وأقول له إيه؟ أنا هنا، أنا هنا. والشرير واقف، ده أنت وأنت بس، يلا امشي 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 امشي. أنا عارف نفسي وأنا عارف اللي فداني، عارف هو مين بالنسبة لي، وعارف أنا مين فيه. ما يعتمدش عليا، يعتمد عليه، يعتمد على النعمة اللي ادهاني، يعتمد على القوة اللي حطها في حياتي، يعتمد على إن هو اختار المصدرة وغير الموجود عشان يغزي. اختار الضعفاء. حد ضعيف هنا؟ انت مختار، مختار، انت مختار.
هو ما بيختارش الأقوياء، لكن بيختار الضعفاء، ويختار الضعفاء عشان يمكنهم، ولما يمكنهم يبقوا عارفين من لحظة ما يبتدوا لغاية ما يخلصوا المشوار إن فضل القوة لله لا منهم. ما أنا عارف يابا، ما تخليها مسطورة، ما تعرف لو دخلت جوه دماغي مش هتشوف حاجات، مش عايز أقول لك أنا مسلسلات وأفلام كحل وسودة وفيها حاجات كتيرة، بس في واحد ساترني، في واحد مغطيني، في واحد مجهزني موقفني على حيلي إني يستخدمني بين إيديه وأقول للناس حواليا تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله. كان الله في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه، اسمع الكلمة اللي جاية، غير حاسب لهم خطاياهم. واو، انتهت الحدوتة، خلص الفيلم. ايه هو؟ مفيش حاجة تمنعك، مفيش حاجة تعطلك، مفيش حاجة تحجزك، ولا الدين يحجزك ان حجزك. ليه؟ لانه حمل الله الوديع، دفع الثمن. وانا بقى ده الآب اللي بيقول عندي كهنة في الأرض هيشهدوا لي، عندي كهنة هيقدموا ذبايح مقبولة قدامي. هيقدموها بمين؟ بتقول كلمة الله بيسوع المسيح. قول معي، لا يوجد قربان إلا يسوع وحده، لا يوجد قربان إلا يسوع وحده، بس فيش حد تاني. وأنا لما باجي قربان يعني حد يقربني، قرب. أنا بقرب لله بي ومن خلاله وفيه. وهنا كلمة الله بتقول ذبائح روحية مقبولة عند الله بمين؟ بيسوع المسيح. أنا بقدمها من خلاله. نمرة واحد، الذبائح الروحية المقبولة. نمرة واحد، ذبائح أو ذبيحة حياة. ذبيحة إيه؟ حياة. أنا قلت لكم قبل كده في مرة أنه الذبيحة معناها أنه في حاجة ماتت، في حاجة كلفت، ففي شيء بيدفع. ذبيحة الحياة نقرأ عنها في روميا إصحاح 12 عدد 1، يقول الرسول بولس الله يمسيه بالخير، بيقول هذه الكلمات: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا، لا تقدموا ذبائح ولا تقدموا قربان، أن تقدموا أجسادكم ذبيحة مالها؟ حية مقدسة مرضية عند الله، إيه؟ عبادتكم العقلية. ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ذبيحة حية، هي الذبيحة الحية جسدي. جسدي يعني ايه؟ أعضاء جسدي، كيف بستخدمها؟ أنا جاي أقدمها لك، أنا جاي أقدمها لك ذبيحة حية قدامك، حية أنا بموتها عن نفسي بقوة روحك وبقدرتك فيا. أنا جاي أقدم، اسمعني الله يخليك، اسمعني، ليس لنا مقدرة على التقديم، ليس لنا مقدرة على ذبح نفوسنا، لكن لينا نعمة بالروح القدس إن إحنا نعمل كده. لو لقطها، لو لقطها حاجات كتيرة هتختلف، لو لقطها حاجات كتيرة هتختلف، صدقني. أوكي، ما عنديش القدرة، أنا في نفسي ما عنديش القدرة، لكن أنا عندي القدرة بيك، أنا عندي قدرة، أنا أملك إرادتي. قولها معايا، أنا أملك إرادتي، أنا أملك إرادتي إني أوجهها. أجي أقول لك أنا جاي لك مش قادر، أقول لك إيه، مش هبطل. أنا بتذكر وأنا صغير كنت مدمن سجاير وحاجات تانية كده، وآخر حاجة لما جيت قدام الله قلت له على فكرة أنا وعدتك كم مرة قبل كده إن أنا هبطل، بس أنا بوعدك المرة دي مش مبطل ومش هقدر. لو انت حي وموجود انا جاي بتعلق برقبتك يا رب، ساعدني واديني نعمة وحررني من اللي انا فيه. عملها، عملها لما انا بتكل عليه وبمسك فيه من تاني. انا محتاج اني اتعلم اللي بيقول الرسول بولس في روميا 8 وعدد 36، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
من أجلك نمات كل النهار. كم واحد نفسه يمشي وراء يسوع، وراءك يحلو المسير تارارا إلى حيث خضر المراعي. هو ما وعدنيش إنه تعالى وأنا هاخدك لخضر المراعي. عايز تيجي ورايا؟ آه. انكر نفسك، شيل صليبك كل يوم، تعالى اتبعني. يعني تشيل صليبك وتيجي ورايا كل يوم وتنكر نفسك؟ احسب نفسك ميت. ده اختيار، ده اختيار. هرد عليها، هرد عليها، حوريها يا فاكره نفسها مين، ده انا اللي معلماها وجايباها بتاع. اختيار. ما هو الاختيار؟ صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. انا هتكل عليك انك تديني نعمه صبر يا رب. انا هعرف اصلي لها عشان انت تباركها وعشان تحفظني من رجل الكبرياء اني ما اقعش. انا هتعلق بيك. ده اختيار الاراده اللي عندي، دي الذبيحه اللي انا بقدمها في الوقت اللي انا شايف فيها ان ممكن اتبع حد تاني. اقدم ذبيحه نفسي انا، ذبيحه حيه، أعضائي، كياني، كل ما فيا، تقول كلمة الله حية، مقدسة، مرضية. الكلمتين اللي جايين دول تعبيني اليومين دول قوي. عبادتكم العقلية. احنا متعودين على العبادة الظاهرية، بعمل حاجة، مش عارف، بقرا في الكتاب، بخدم حد، بعمل شيء. والله ينظر إلى قلبي اللي هو كياني، اللي هو فكري، عقلي، بيشتغل ازاي؟ ما هي الوصية الأولى والعظمى؟ تحب الرب إلهك قلبك، فكرك، فكرك، ذبيحتك اللي تقدمها حية، إن فكرك جواك اللي مش شايفه حد من الناس والله شايفه، أنت بتعبدني من خلاله. عشان كده في مصدات أنا بحطها لفكري. الفكر ده في الشر، الفكر ده في الغي، الفكر ده في الخطية، الفكر ده في نميمة، في حسد، في أي شيء إن كان. أنا عايز أوقف الفكر ده. ليه؟ لأن عايز أعبدك عبادة عقلية من قلبي. دي الذبيحة اللي أنا نفسي أقدمها لك، عايز أقدم لك ده. ومن من فضلة القلب تغيروا عن شكلكم بإيه؟ هتجدد أذهانك بإيه؟ بتجدد، أنت بتجدد أذهانك بإيه؟ عارف تجديد الذهن هو إيه؟ تجديد الذهن هو ده التوبة. التوبة تغير، غير رأيك، غير فكرك، غير تفكيرك، غير طريقة تفكيرك، غير طريقة تفكيرك، غير طريقة تفكيرك، غير طريقة تفكيرك. لسه ما وصلتش، غير طريقة تفكيرك. الذبيحة إن أنا بتخلى عن حاجة. يا سلام لما يكون حد بيكلم حد والاتنين بيتناقشوا على حاجة وكل واحد فيه أبو العريف. الإصرار، الشدة، أنا الملم بكل الأخبار وبكل المعرفة عن كل. لا يا حبيبتي، لا يا ابني، أنت مش عارف. ويقول سليمان في سفر الأمثال: ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. ذو المعرفة يبص ويبتسم ويسكت لأنه عارف، لأنه عارف، لأنه عارف. واللي بيزداد معرفة في الرب، اللي بيزداد معرفة يزداد تواضع. ليه؟ لأنه شايف أن البحر كبير وهو صغير، هو صغير قوي. ذبيحة حية إحنا بنقدمها. كروس تانية 5:15 تقول كلمة الله: وهو مات لأجل الجميع. حد يقول لي هللويا؟ يا يا يا. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. حاجات كتيرة، بمعايير كتيرة محتاجة تتغير في حياتنا. مع غلوعة العصر الحديث الكتيرة اللي تبحث فيها عن ذاتك، تنمية الذات، تحقيق الذات، الدفاع عن النفس، كيف تفهم نفسك، كيف تحقق ذاتك، ويجي المسيح بثقافته من الناحية التانية، دول كلهم موتهم. ساعتها بقى هتلاقي ذاتك الحقيقية من خلالي. كلام ده كلام روحانة مش كده؟
كلام ما ينفعش. فين الكتب وفين العلم وفين السكاشن وفين اللي بناخده وفين وفين؟ ده مش نقيض، ده حقيقي. والحقيقي عند أستاذ الجامعة أو الرجل الفلاح اللي ما يعرفش حتى يقرأ ويكتب. الأمر بالنسبة له إزاي أعرف أحط نفسي، ولما أحط نفسي لأجله أنا هعرف ألاقي نفسي الحقيقية. بدون حاجة لحد، ساكن في حتة زمان كان رجل جنبنا ساكن غني غنى فاحش، وسياراته كده لما تيجي هي من نوع اللي هو كل سنة بيتغير ده، والحاجات الجميلة ده، في قمة الاتضاع، في قمة الاتضاع، وينحني ويسلم وازيك وزي الأولاد وتفضل، ولو ركن السيارة ناحيتنا أنا آسف وبعتذر وسامحني. وواحد تاني لعنده ولا ما عندهوش، ولا تشم ريحة كبرياء من بعيد، ملوش علاقة أنت معك إيه، ملوش علاقة أنت معك كام، ملوش علاقة أنت جاي منين، ليه علاقة بنفسك، ليه علاقة في مستوى اللي انت ربنا بيحطك فيه. ازاي اتعلم، ازاي اتضع، وازاي احط نفسي. الصليب في حياتنا حد فاصل. غلط يا 6:14 بتقول كلمة الله، اما من جهتي فحاشا لي انا افتخر، ايوة، الا بالصليب ربنا يسوع المسيح، ايوة، الذي به قد صلب العالم ليه وأنا لا. تعرف أن الصليب، أنا شايف العالم من خلال الصليب بالنسبة لي ميت، والعالم شايفني من خلال الصليب أنا ميت. هو ميت بالنسبة لي وأنا ميت بالنسبة له. سكة وطريق محتاج أنا وإنت نتعلم، مرة واثنين وعشرة وألف وخمسمية الله يمشيها معانا، من إما في حتة جوانا محتاجة أنها تموت، محتاجة أنها تتسلم وتتقدم مرة تاني من جديد. الصليب من أكتر الحاجات اللي تعلمني وتعلمك تنمية ضبط النفس. ربنا جاي وراك النهاردة، شجعني أشيل صليبي. أمين. تلاقي بعت لك اتنين في الشغل مخصوص يسمروك النهاردة. تصورت وتصرخ وليه؟ حبيبي انت مصلي وقلت لي انا عايز اشيل الصليب؟ بعت لك اتنين ولادي حبايبي، ما رأيت انت ما تعرفهمش حتى اساسا دول مين وشغلتهم، وده بيسمروك. انا هستخدمه كم واحد مصدق ان ربنا ممكن يستخدم اي حد وكل حد في حياته، اي حد وكل حد يستخدمه في حياتك، لكن اعتمد على قلبك انت هترجمها ازاي، انت واخدها جواك ازاي. لو عندك ثقه وشايفه هو، هتعرف تقدم ذبيحه حياه. ذبيحه الحياه انك تقدم ذبيحه نفسك، مش انك تذبح غيرك. اكسكيوز مي، لو سمحت، لو سمحت، مش انك تذبح حد تاني، مش انك تصلب حد تاني. من في قدره استطاعتي وينبغي ان اصلبه هو نفسي مش حد تاني. مبارك اسمك يا رب. التوبة والغفران، أنا باجي للرب أقول له رب أنا بتوب واغفر لي ذنوبي، تمام. لكن بعد ما بتوب وبعد ما يغفر لك خطاياك، الذبيحة أني أعرف إزاي أسلم له نفسي، أعرف إزاي أحط الحتة اللي بيها أنا أخطأت، إن كان في فكري، إن كان في كلماتي، إن كان في أقوالي، إن كان في عيني، أنا جاي بحطها وأسلمها بيك، وأعلن يسوع سيد ورب وملك على الجزء ده اللي بحسبه أنه ذبيحة مش ميتة، حية، حية مذبوحة، أيوة ريحة الموت فيها، لكن في نفس الوقت لسه حية، لسه فعالة، لسه بتشتغل، لسه ربنا بيستخدمها عشان يصنع بيها فرق في الحياة اللي أنا بعيشها. نمرة واحد ذبيحة حياة. نمرة اتنين ذبيحة تسبيح. دايما نقول ذبيحة التسبيح على طول، اجتماعاتنا تروح لاجتماعات اجتماعات التسبيح، خدمات التسبيح والعبادة. عبرين اصحاح 13 وعدد 15، من عدد 12 بيقول: لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج اذن اليه خارج المحلة حاملين عاره،
لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به، قل معايا به، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. هو قربانا، أنا جاي بقدم به هو ذبيحة التسبيح ثمر شفاء معترفة باسمه. اسمع معايا بقى، اسمع معايا، ليه ذبيحة الحياة تسبق أي ذبيحة تانية؟ لأن أنا هقدم ثمر شفاء معترف باسمه. ورب يسوع بيقول من فضلة القلب تتكلم الشفاء أو يتكلم اللسان. اللي جوه قلبي، اللي جوه قلبي لو هو ده أفكاري وذهني هيتكلم باللي أنا بعبده بيه، هو ده اللي هيخرج على لساني. ذبيحة التسبيح ثمر شفاء معترفة باسمه. عشان تكون ذبيحة، اسمعنا الله يخليك، لازم تكون مكلفاك حاجة. حجارتك تقيلة، right؟ عندك أحمال كتيرة، لكن أنت راجل كاهن، تعمل إيه؟ تجيب حجارتك وتحطها، تعمل منها مذبح وتغني وتقول ترنمتك عليها، هي دي الذبيحة اللي بتقدمها له. أنا بعترف بيك في وسط مرضي، أنت يا هو رافة، تصدق هفضل أرنم أنت يا هو رافة وأنا عيان، أيوة، مفيش في جيبي، مش عارف أسدد إيه، مش عارف أعمل إيه، أنا هفضل أغني وأقول أنت يا هو يرقى، أنت شايف الاحتياج وهتسدده، وأنا مصدق فيك يا رب، أنا مصدق فيك وهفضل أعلن، ليه؟ لأنك أنت حي وثابت وجالس على العرش على الدوام. أنت بتسبح مين؟ ارجع تاني سفر الرؤيا اصحاح 4 واصحاح 5، بيسبحوا الحي الجالس على العرش الذي كان والكائن والذي ياتي، هو هو امس واليوم والى الابد. ظروفي بتتغير، الناس بتتغير، لكن انت هتفضل ثابت، هو ده اللي مطمني، وعشان كده يليق بيك وسط دموعي اللي نازله على خدي، وسط الظهر المحني ومتألم، انا هينفع ان انا افتح شفتي واسبح اسمك واقول لك انت مبارك الى الابد يا رب. روح الشكر والامتنان يعمل معك فرق كبير قوي. روح الشكر والامتنان يغير خلايا مخك، يغير تركيب دمك. مراتي معاها دكتوراه في الحكايه دي يا ما علمتني في الموضوع ده، يغير فيك حاجات كتيره جدا. عندك مصدات للتفكير السلبي، عندك مصدات لروح الخوف، ليه؟ انا لسه شايف الجالس الحي على العرش وحسبح ورنم اسمه على الدوام. انا حمجده، انا حباركه، هو يستاهل. انت مستحق، لانك انت مستحق، لأنك أنت مستحق، لأنك. زمان الستات كانوا عاملين برنامج شكر 30 يوم، كل يوم يشكروا عشان حاجة. حلو البرنامج ده، حاجة بتساعدك إنك كل يوم لازم تلاقي حاجة تشكر عليها. يا أخي الاتيتيود مختلف. اتيتيود، عارف لما تخش في حتة كده فيها ريحة شكر، فيها ريحة عرفان بالجميل، فيها ريحة امتنان، غير لما تخش في مكان فيه غضب وعنف وزعيق وشكاية و 600 حاجة. وأنا بقول لك النهاردة أنا محتاج في وسط ده كل وسط أيا كانت ظروفي، أنا آجي أقدم ليك ذبيحة تسبيحي وشكري وحمدي إليك يا رب. الله دعا شعبه، بقرا مزمور 50 لما تروح، على مهلك على مهلك، دعا شعبه ودعا الخطاة الاثنين لملاقاة الشعب جايين. كان رب قاعد في قضاء ودعا الشعب. من امتى، انا بقول لك بترجمتي الخاصة بترجمتي كده، من امتى انا حموت على الكباش وعلى العجول؟ من امتى انا هشرب دم ولا اكل لحم؟ ده انا عندي الوف الالوف على الجبال، مش هو ده اللي انا بدور عليه؟ بذبيحة ومحرقة، مزمور 51، لا تصر وإلا فكنت أقدمها. ده فاهم ودريان، إيه اللي فاهم دريان؟ ذابح الحمد يمجدني، اذبح لله حمدا، أذبح لك
تذبح لي ايه؟ حاجه مكلفاني. انا جاي احمدك، جاي احمدك في ظروف الصعبه، جاي احمدك والمود والاتيتيود مش احسن حاجه. انا النهارده مش عارف حزين ليه. اوقات بقى حزين لانك مفيش حاجه حصلت لك ولا انت عملت حاجه، لانه بعيد عنك ابن ال تعرفينه مش كده، كابس عليك بكبسه غم، بكبسه كآبه، بكبسه حزن موجوده. ايه اللي طلعني من ده؟ انا هاخد قرار اني افتح شفتي واقدم ذبيحه حمدي وتسبيحي ليك يا رب، لانك انت تستاهل، لانك انت عظيم ومجيد الى الابد. افتح معايا روميا 5. الله يخليك، انا بقول لك روح لروميا 5، ما نفتحها مع بعض هيحصل ايه. روميا اصحاح 5، رؤيا، انا اسف، رؤيا الاصحاح الخامس. ومجد شخصك يا رب. من عدد 8 تقول كلمة الله. أوه هللويا. رؤيا الأصحاح الخامس من عدد 6، فرأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت 4 الحيوانات وال24 شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القدس، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم مليارات، ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم. عايزك تتخيل الصوت، عايزك تتخيل الصوت اللي طالع من مليارات من الكائنات بتقول بصوت واحد: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ 24 خروا وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين. ده مش كان يا مكان أيام زمان، ده لسه قائم وموجود إلى هذه اللحظة. أنا لما بسبح بدخل في المشهد. تاني تاني تاني، أنا لما بسبح بعمل إيه؟ بدخل في المشهد، بدخل مع دولة وبخوري صاعد قدامه وأنا بقول: أنت مستحق، أنت تستاهل يا رب. وأنا عايز أقول لك بقى أنه لو أنا عايز الكاميرا وتجيب لك كده الكرة الأرضية، طالع منها بخور من هنا وطالع منها بخور من هنا وطالع منها بخور من هنا، بخور بالدموع، بخور بالدم، بخور بالوجع، بخور بالألم، نكهات مختلفة، لكن البخور طالع ذبيحة مرضية قدامه، مقبولة أمام شخصه، إن أولاده بيسبحوه ويباركوا اسمه، حتى هم بيدعسوا، حتى بيضغطوا، حتى بيضطهدوا، حتى بيموتوا ويتألموا، بيتظلموا، لكن لسه بيسمحوا اسمه لأنه هو صنع ليهم كل شيء حسن. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. أنا مش متشكك في صلاحك، رغم اني محتار، صدقني محتار وبطق دماغي في الحيطة 40 مرة، مش عارف هعملها ازاي ولا هتيجي ولا هيحصل فيها، لكن اللي ما عنديش شك فيه انك صالح وللأبد رحمتك. انا محتار وحفضل اخبط يمين وشمال، لكن في وسط دول حفضك اسبحك وعظم اسمك، لاني مصدق ان عند الله السيد للموت مخارج. أنا مصدق إنك مش هتديني أشيل فوق الطاقة لما أنكسر، لكن هتجعل مع التجربة المنفذ لكي أستطيع إني أحتمل. تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك، أنت تستاهل وأنا هقدم لك ذبيحتي. هللويا. نمرة 3، ذبيحة رحمة، ذبيحة رحمة. في رسالة العبرانيين اللي كنا بنقراها، عبرانيين اصحاح 13، نرجع مرة كمان، عبرانيين 13 عدد 16، يكمل كاتب العبرانيين يقول: ولكن لا تنسوا فعل الخير
والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. الذبيحة الثالثة اللي أنا بقول لك عليها النهاردة ذبيحة رحمة. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. لو عرفت تقدم ذبيحة نفسك، ولو عرفت تحمد رغم الظروف، هتطلع برا نفسك وتحب قريبك كنفسك. حلو. فعل الخير والتوزيع. ايه الخير اللي تعمله لغيرك؟ مش انك تحب الذين يحبونك، العشرين سبقوك واجدع منك، والخطاة يعرفوا ده كويس قوي، ولا تعمل خير وانت مستني انه يرد لك. تعمل الخير لكل حد ولأي حد، وبالأخص الذي يصنف ما يستاهلش. أنا كاهن، هو جعلني كاهن، ولأن جعلني كاهن أنا أعرف أقدم الذبيحة اللي تتقدم. ونحن أموات بالذنوب والخطايا، وإحنا أموات بالذنوب والخطايا، حبنا وصالحنا ما نستاهلش. قال آدي أنا أحط نفسي مكانك. فعل الخير، فعل الخير. يسوع الذي من الناصرة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. حد فاكر كلمة خير بالعبري؟ يعني إخواننا بتوع هناك، طوف اللي هي صالح، اللي هي حسن. تعمل خير تاخد حتة من الرب تديها لحد تاني، تاخد عمل من أعماله تعمله للغير. فعل الخير. متى 12:7 يقول الرب يسوع: إني أريد رحمة لا ذبيحة. إيه هي فعل الخير والرحمة؟ فعل الخير والرحمة متى 18: أيها العبد الشرير، أما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ أنا عملت فيك خير، غفرت لك كل الدين اللي عليك، اعمل خير في غيرك، اغفر الدين اللي عليه. لا، اختيار الغفران اختيار الأقوياء وليس الضعفاء. اختيار من تشدد بالرب وجاب مشاعره قدام الله وزبالة جرحه ألمه وجعه طلعها وفشها وقاله وحاسس بإيه. بعد كده قال للرب: اديني قوة ونعمة أغفر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة لغاية ما يصفى مني ويتسحب مني تماما، وأقدر أسبحك وأباركك وأكسر ده بإيه؟ بإني أعمل خير لمن حولي. في كل مرة تختار تسامح، تغفر، تطلق، أنت بتقدم ذبيحة للرب. تعرف تموت عن نفسك وعن حقك، وأنت بتتذكر مجانا أخذت مجانا تعرف تعطي. رومية 12:17، رومية 12. شكرا على كلامك الطيب يا رب. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم. سالموا جميع الناس، يعني تقدروا تعملوا علاقات، مش سالموا البعض وعادوا البعض الآخر، لكن يكون عندك علاقة طيبة مع آخرين. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة. النقمة حق صرف،
لله وحده، يقول الرب. فإن جاء عدوك فطعمه. الكلام ده موجود في أمثال 25 عدد 21. وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. جدد ذهنك. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. جدد ذهنك، قولها مرة، 2, 10, 1000 ورا بعض ورا بعض ورا بعض. رددها، كلمها، اغسل بيها ذهنك وأفكارك. وبعديها قول له يا رب، إيه الخطوة اللي ممكن أعملها؟ أعمل بيها خير، أعمل بيها خير. أنا أعمل خير. الخير في رسالة، الخير في تليفون، الخير في عطية، الخير في وقفة، الخير في سؤال، الخير في سندة، الخير إنك تقول إنك موجود. الخير مليان ومليان. الخير إن عندك حاجة مش عند الآخرين تعرف تقدم. الخير إنك تقول لحد ممكن أصلي لك، معيش حاجة أعملها لكن أصلي علشانك وأقدم لك خير. أنا بتعجبني منال مرة كتيرة في مجمع، في أي حتة تشوف واحدة من اللي بيشتغلوا تعبانة ولا عندها صداع، ممكن أصلي لك، ويا واقفين أصلي لك. حاش بقول لأ، حاش بقول لأ. أوه، لمسة حياة، وتلاقي الدموع نازلة، ولا في حاجة بتحصل. خير، أنت حامل خير بتقدمه للآخرين من حواليك. مبارك اسمك. رائحة سرور مرضية قدام الله، بنقدم بيه ذبيحة رحمة، مش من وسع لكن مرات من ألم. التوزيع، التوزيع، ما هو التوزيع؟ كلمة توزيع كأنك عندك حصة كده ولا تموين وبتوزع، مش هو ده. التوزيع هو أن أنت بتفتقد من هم في احتياج. تقول كلمة الله يعقوب 1:27، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. ده مبدأ السامري. السامري اللي مسافر ومحتاج كل قرش معاه، لما يشوف واحد من أعدائه من اليهود ملقى على الطريق، ياخده، شيله، حطه على دبته، ويوصله لغاية فندق، ويدفع كل حاجة ليه. ولو مرجعت وأنا راجع، لو صرفت أكتر أنا هدفع لك. من هو قريبي؟ اللي عمل معايا معروف. المحتاجين، تعرف المحتاجين دول، دول إخوة يسوع الأصاغر. نقرأ الشاهد ده ونختم مع بعض. متى أصحاح 25، بارك اسمك. متى 25، أنا هاخد الإيجابي مش هاخد السلبي. متى 25 عدد 34، تقول كلمة الله، ثم يقول الملك للذين عن يميني، تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. أيوة، حد كان جعان أكلناه، حد كان عطشان سقيناه، حد كان غريب قلنا له تعالى ادخل بيتنا، كان عندنا ضيافة، حد كان عريان كسيناه، حد كان مريض سبناهوش لوحده، حد كان محبوس رحنا زرناه. فيجيب الأبرار حينئذ قائلين يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك عريانا فأويناك، أو غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. كل معروف بعمله في حد تاني يسوع بياخده بصورة شخصية، وكل شيء كان مفروض أعمله لحد تاني وما عملتوش برضه يسوع بياخده بصورة شخصية. كمل باقي الأصحاح. صورة شخصية جدا جدا. وانت بتعمل خير بصش على الانسان، بص انك عامل خير في يسوع. اقول لك على حاجة، هو يسوع يستاهل؟ يسوع، رد الله يخليك عليا، هو يسوع يستاهل؟ يستاهل. انت البعيد ما تستاهلش، لكن يسوع يستاهل.
كل ما عملتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. شريك حياتك، شريك حياتك لا يحتمل، محتاج يتفرمط من جديد. صدقني في ناس محتاجة تتفرمط من جديد، تتحط في مكان كده تطلع من الناحية التانية، مش عارفين يتعمل معي. لكن في حاجة ممكن تغير الحياة وتغير كل شيء، إن أحد الأطراف هيعامل الآخر كما يعامل يسوع. شوف نفسك كاهن، الذبائح اللي انت هتقدمها، واحده من ضمن الذبائح الجميله انا حكيت فيها في الكنيسه يوم الخميس من كام اسبوع، ذبائح الله يروح انكسر من غير ما نعرف نقدم ذواتنا واجسادنا وافكارنا حيه مقدسه مرضيه ولا شيء تاني مقبول. كل ذبيحة ليها تمن. حياتنا معاه حياة في النعمة، لكن دي نعمة مسؤولة، نعمة بتبدله بنفس النعمة اللي هو ادهلنا، نعرف نكسر زواتنا للغير عشان هو يشم رائحة سرور ورضا من ذبايحنا اللي احنا بنقدمها. على العالم اللي حوالينا لو شافوا فينا ريحة كهنة بيقدموا ذبايح ميتين عن نفسهم، وإيه الريحة الجميلة دي يا جدع، إيه الريحة، إيه الجماعة دول، إيه البيت ده، إيه الأسرة دي، إيه العيلة، في ريحة غريبة، ريحة حياة، ريحة الحياة جاية منين؟ ناس عارفة تعيش لأجل الآخرين، لأجل الإله اللي دفع نفسه علشانهم، جايين يقدموا قربانهم في كل يوم وبيجذبوا آخرين للنور وللملح اللي موجود في حياتهم. ما عرفش حالك ولا أنت تعرف حالي، حالنا نليل من بعض، حالنا نتعس من بعض، حالنا تعبان وكرب، عمالين بخبط يمين ونخبط شمال ونقول مؤمنين ونقول نسبحين ونقول محشوكين وحالتنا اي حاله. بس عايز اقول لك على حاجه النهارده، النعمه تسترني وتسترك، النعمه تغطيني وتغطيك، ومش النعمه بس عشان تسترني وتسترك وتغطيني وتغطيك ونبقى، والنعمه تقومني انا وانت من تاني واقول الله كتر خيرك، لانك اللي عملته انك اقمتني غسلتني من خطاياي، ما وقفتش هناك، هفضل طول عمري مستني اجي عشان الغسيل بس، أنا حاف قدامك أكون كاهن بقدم ذبايح يا رب، أنا حعرف أجيب الغالي والثمين أقدمه قدامك وأقول لك استخدمني، أقف ما بين الأموات والأحياء، أقف وأشفع وأصلي وأبارك وأدي وأعمل عمل يسوع اللي مش موجود النهاردة على الأرض لكن موجود في روحه القدوس اللي ساكن فيا وفي إخواتي اللي يعملوا العمل اللي أنت عايزه. ساعدني، خد بإيدي، أمين. هللويا هللويا، اشكرك اشكرك. لو عارف تفتح ايدك وتيجي معايا، تعال بفتح ايدك. يا رب، مش عايز اقولها لك ترنيمه النهارده ولا حماسه، عايز أقولها لك في وقفة صدق. أنا جاي أباركك، أنا جاي أشكرك. لأن مش بس غسلتني من خطاياي، أنت أكرمتني أن أكون كاهن، وكاهن ملوكي مش أي حد، كاهن ليه سلطان، اللي يربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، اللي يحله على الأرض يكون محلول في السماء. إيه ده؟ إيه السلطان والنعمة والقيمة اللي انت اديتها لنا دي، اللي احنا وقت كتير يا رب نسينها، مش واخدين بالنا منها. أنا باجي النهاردة بقول لك ارسل روح استيقاظ جوا جسدك يا رب،
إرس الروح قيامة تفوقنا وتصحينا وتنبهنا. استيقظ أيها النائم فيضيء لك المسيح. ارجع ونور قلوبنا من تاني. نعرف نقدم ذبايحنا يا رب. وقبل أي حاجة مش صرصرة كلمات بشوية لحن وأي حاجة بتتقال في الزحمة مع الناس. أنا بصلي النهاردة علمني أقدم ذبيحتي أنا يا رب. ذبيحة التسبيح وشكري اللي طلع من حياتي واللي مكلفاني حاجة واللي أنت تشم فيها في المسيح يسوع وبي ريحة الرضا قدامك يا رب. خد بإيدينا. خد بإيدينا. هاللويا. جاي بذبيحة حمد بقدمها بقلب الفرحان، جاي بلحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جاي بذبيحة حمد بقدمها بقلب الفرحان، جاي بلحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جاي وبقدم بيه من اللي في ايدك ليك، جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك. يا وطن الإنسان، يا وطن الإنسان، يا وطن الإنسان، يا وطن الإنسان، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمدنا بالنيدي، وأكون كذبيحة حمدنا بالنيدي. يلي اديتني حياتك حب أنا بهدي حياتي ليك، حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في إيديك. يلي اديتني حياتك حب أنا بهدي حياتي ليك، حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في إيديك. قلبي يغني أكيد طول ما الحب يزيد، قلبي يغني أكيد طول ما الحب يزيد ويزيد الإيمان. يا وطن الإنسان ويزيد الإيمان، يا وطن الإنسان، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك. اسمك أحلى سام الدنيا وأحلى سام الكون، مجد الاسم يسعنا الغالي وللجنب المطعون. اسمك أحلى سام الدنيا وأحلى سام الكون، مجد الاسم يسعنا الغالي وللجنب المطعون. شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، رايت الحق تبان يا وطن الإنسان، رايت الحق تبان يا وطن الإنسان. علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك. ملك المجد واسمك عالي وفي إيديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. ملك المجد واسمك عالي وفي إيديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. بكرة هتسجد ليك تخضع تحت ايديك، بكرة هتسجد ليك تخضع تحت ايديك. يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان، يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم بيك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك، وأكون كذبيحة حمدنا بين إيديك. هللويا.
هات حتة الخبز اللي انت مجهزها النهاردة، هاتها وانت بترفعها قدامه. مرة تاني بقول لك، هو قربنا، احنا بنقرب للآب من خلاله. نفسي تغمض عينك ولو لحظة، تخيل نفسك يسوع مدد لك الإيد وانت معدي من خلاله رايح لبابا. أوه هاليلويا هاليلويا. قول لي يسوع، انت قرباني وذبيحة حبي، بقدر عملك يا ابن الله، بقدر محبتك، بقدر انك بتحن وترق لضعفاتي وبتمد ايدك تمسكني. انا بصلي النهاردة يا رب لانك اهلتنا كلنا نكون كهنة ونكون ملوك. علمنا يا رب، خد بايدينا، خد بايدينا عشان نعرف نقدم ذبائح مرضية قدامك، ذبائح تسر قلبك يا رب، من ولاد وبنات بالحقيقة، مش مجرد جملة ولا ترنيمة، عارفين يحطوا حياتهم على مذبحك يا رب. شم فيها روحة بخور يا رب. أنا ببارك اسمك يا رب. يا المكسور علشاني جبر كسري النهاردة يا رب. شفي قلبي من جوه، شفي أعماقي اللي ما يعرفهاش حد من الناس، دموعي الحيرانة، أنا مش لاقي كلام، مش لاقي حد أشاركه باللي جوايا. أنت عارف وشايف يا رب، أنت سامع الأنين يا سيد. تعال النهاردة واصنع شفا في وسطينا يا سيد الرب. شكر يسوع وكسر، خلينا ناكل منه كلنا. هاليلويا. مرسى ابنك اسمه رامي، عنده 4 سنين، عنده التهاب في رئتيه الاثنين، بقاله 12 يوم بالضبط، فيش دواء نافع معاه، الرب بيشفيه اليوم. هللويا هللويا. قول معايا، انا مصدق ان جسدك لشفاء يا رب، مصدق ان دمك للحياه، بباركك لان دمك للحياه يا رب. انا ببارك اسمك يا سيد. يا رب انا بصلي الان، بعلن قوتك، بعلن شفائك، بعلن حضورك، بعلن وجودك، بعلن قوة خلاصك على كل من يتناول الآن يا رب. لمسة يا سيد الرب، لمسة مش بس بتشفي جسد، تشفي نفس، تشفي روح، تشفي جيب، تشفي عمل، تشفي بيت، تشفي علاقة، تشفي زواج، تشفي أمر ما بين أب وأم، بينهم بين أولادهم. أنت تيجي تصنع أمر جديد يا رب بقوة عهدك الثابت يا سيد الرب، اللي بناخد منه عشان نكمل حياتنا بقوتك وسط ضعفنا يا رب. دم يسوع المسفوك علشاني وعلشانك نشرب منه كلنا. يشفيك الرب من ضمير الخطايا، يشفيك الرب من الإحساس بالذنب المتواصل، ينكسر من على حياتك، شوف غفران الله وإيده الممدودة اللي مسكاك واللي قبلاك واللي رفعاك من تاني، موقفاك على صخرة أعلى منك عشان تكون كاهن وتكون ملك ليسوع المسيح. آمين.